الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في شرح هذا الكتاب وهو كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عليه وانتهينا عند كتاب الطلاق ما يتعلق به ونحن الآن في باب العدة وسبق ذكر تعريف العدة ومعناها الشرعي وأخذنا منها بعض الأحاديث وهذا هو الحديث الرابع عن الحديث الأول حديث سبيعة الإسلامية ثم حديث زينب بنت أم سلمة ثم حديث أم عطية وهذا الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وعشر إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير قالت حمار أو قالت طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحديث متفق عليه يعني كما هو شرط الكتاب في الغالب رواه البخاري ومسلم والحديث يتكلم عن أحكام العدة فيما يتعلق بالمرأة وذكرنا أنواع العدد ومنها عدة الوفاة والذي يقال فيه المرأة أنها في حداد أو إحداد والحديث ترويه لنا أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد سبقت ترجمتها غير مرة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديث عند أصحاب الكتب وكانت وفاتها في أيام أو زمن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع يعني بعد سنة 61 أو بعد سنة 63 فتروي لنا هذا الحديث قال جاءت امرأة قد ذكرها بعض شراح الحديث وبينوا اسم هذه المرأة المبهمة هنا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي ابنتها يعني هذه المرأة لها ابنة توفي عنها زوجها
وتضررت البنت في عينها، فجاءت المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لابنتها أن تضع الكحلة في عينها أو في عينيها بسبب الضرر، علما أنها في عدة الوفاة يعني وفاة الزوج. فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أي هي تشتكي العينة، ويصح وقد اشتكت عينها أي أن عينها تشتكي تضررت بسبب الضرر، فيصح في العين الرفع والنصب، وقد اشتكت عينها أو وقد اشتكت عينها. أفنكحلها نعم أفنكحلها أو نكحلها، نكحلها أي هي تكتحل أو نحن نكحل العين، نعم على أساس أنها الفعل الثلاثي. أفنكحلها نكحل العين أي يعني يكون مفتوح الأول، مفتوح الأول، لكن على الصح الظاهر أنه رباعي فيكون مظلوم الأول. أفنكحلها هي تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن نكحل عينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث، يعني تعيد ويقول لا، تعيد ويقول لا مرتين أو قال ثلاثة، كل ذلك يقول لا. لا ترجع على ماذا؟ ترجع على لا تكحل العين، أو ترجع على لا أي لا، لا تشتكي العين، ليست العين بها ما يعني فيه أو بما ليس فيها ما به تشتكي الضرر والأذى. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما كان عليه النساء في الجاهلية، وقد جاءت شريعة الإسلام وخففت عنهن، وكان في دين الإسلام رحمة ورأفة وتيسير، فقلل المدة التي صارت المرأة تحد فيها على زوجها وهي 14 وعشرة وعشرة أيام، ليس كما كان الحال في الجاهلية، المرأة إذا مات عنها زوجها تجلس حادا سنة كاملة، فقلل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، قال إنما هي 4 أشهر وعشر فقط، أفلا تصبر هذه المدة القليلة بخلاف ما كان عليه النساء في جاهلية في الجاهلية، تبقى سنة كاملة وفي حالة شديدة كما سيأتي بيانه. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، البعرة بإسكان العين أو البعرة بفتحها، وهو روث الإبل، روث الإبل. ثم بينت زينب، زينب هذه هي من؟ زينب بنت أم سلمة التي هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحت كيف كانت المرأة تفعل في الجاهلية، قالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، الحفش بكسر الحاء وإسكان الفاء، وهو البيت الصغير، البيت الصغير الحقير الذي لا ليس منظما ولا منظفا، شيء يأوي المرأة ولكنه صغير حقير غير منظم غير منظف متسخ، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، وهذا ليس في شريعة الإسلام، بل المرأة تعتد في بيت الزوج، تبقى في بيت الزوج، بل ولا يجوز أن تخرج من بيت زوجها، فتعتد في هذا البيت ولو كان هذا البيت بيتا واسعا قصرا وفيه ما فيه من الزينة والترفه ونحو ذلك، تبقى في بيتها. وتلبس ولبست شر ثيابها، شر الثياب تلبسه،
وهذا ليس في شريعة الإسلام، وإنما في الشرع لا تلبس الزينة ما تتزين به، تلبس من لباسها العادي الذي هو لباس البيت لا الذي تتخذه للتزين، ولم تمس طيبا، لا تمس أي شيء لا من طيب ولا من ماء بل ولا تخالط حتى الناس، وهذا خلاف شرع الإسلام. ففي الشريعة لا تمس الطيب والمسك، لكن يصح أن تستعمل ما تذهب به أثر الرائحة الكريهة في حيض أو من نفاس كما مر معنا الحديث، إلا قسط من الأظفار أو ظفر من قسط نبذة، قال إلا إذا اطهرت نبذة من قسط أو أظفار، فهذا يصح ولا إشكال فيه، يعني جائز. قال ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، تمر عليها سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المرأة ويذكر النساء بحالتهن لما كن في الجاهلية، وهي غير ما جاء به الإسلام، علما أن هذا الذي جاء به الشرع وجاء به الإسلام هو من عند الله سبحانه وتعالى، فهو يتناسب مع مصالح العباد وما منافع العباد. ولا شيئا لا تمس حتى تمر عليها سنة، يعني تتراكم عليها القاذورات والأوساخ والأقذاء وتعتزل النساء سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة، إذا أنهت السنة تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاة، فتفتض بالفاء الموحدة الفوقية والضاد المعجمة، تفتض أي تتمسح وتنقي درنها ووسخها الذي تراكم عليها طيلة سنة، ضبطت هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها فتقتص أي تزيل. قالت فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني تزيل هذا الدرن بهذه البعرة أو تتمسح بدابة، فقلما تتمسح بدابة أو طير أو شاة إلا ماتت من شدة الوسخ الذي يكون بهذه المرأة. نعم. ثم قال فتعطى بعرة فترمي بها، ترمي بالبعرة، يعني ماذا رميها بالبعرة؟ يعني إشارة إلى أنها قد مضى عليها من ضيق وشدة وحرج، يعني هذا الذي مضى عليها لا يساوي بجانب القيام بحق زوجها هذه البعرة، لما ترمي بهذه البعرة إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها تحملت السنة بالوسخ والقذر تعظيما لقدر زوجها، فهذا التحمل تتحمله وكأنه أيسر ما يكون من رمي بعرة، أو إشارة إلى أنها قد انتهى أمر العدة من الزوج فتعود إلى ما كانت عليه من قبل، هكذا كنا في الجاهلية يفعلن، وجاء الإسلام بسماحة الشريعة وأبدلهن من تلك الشدة بهذه النعمة لا ضيق فيها بل فيها ساعة، 4 أشهر و10 تعتد المرأة وتحد عن زوجها اعترافا بقدره واحترافا بحرمته ومكانته ومنزلته عندها. نعم. فإذا فعليها أن تصبر ولا تكحل عينها، ليس لها رخصة في ذلك، لأن الترخيص في هذا والتساهل قد يفتح باب إلى أن تصير المرأة المتوفى عنها زوجها تتزين وتنتهك هذه الحرمة، ألا وهي عدم إحدادها عن زوجها. هذا هو المعنى العام للحديث، وكذلك شرح غريبه المذكور فيه.
والحديث تضمن مجموعة من الفوائد والتي هي من الأحكام الشرعية المتعلقة بقضية أو مسألة العدة ومسألة الحداد. فالحديث يدل على أن على مشروعية العدة وبالأخص عدة الوفاة، وعلى بيان مدتها وأنها 4 أشهر و10، وأنها 4 أشهر و10، وعلى وجوب هذه العدة أيضا، وعلى وجوب العدة على المرأة لحقا لزوجها. كما أن الحديث يدل على أن المرأة تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغير ذلك، ومسك ورائحة وطيب وغيرها، ومن الزينة المساحيق الموجودة في هذا الزمان التي تزين بها المرأة لزوجها، هذا يعد أيضا من الزينة. فمن توفى عنها زوجها وجب عليها أن تجتنب ذلك، والحاصل أنها تجتنب كل أنواع الزينة بجميع أنواعها وأشكالها، وكل ما يزيد دعوة في الرغبة في المرأة. من الفوائد أيضا حتى الكحل يعد زينة فتجتنبه ولو لحاجة إليه. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في الدرس الماضي، فمنهم من قال تجتنب الكحل إلا إذا احتاجت له إليه من باب التطبب، ومنهم من قال إذا احتاجت إليه تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، ومنهم من منع منه مطلقا. وهذا الأظهر بدليل الحديث، بدليل الحديث، ويروى في ذلك حديث على جواز المسح في استعماله ليلا ومسحه نهارا، وضعف بعض أهل العلم. ولكن إذا استعملت شيء من باب التطبب لإزالة ضرر العين فلا حرج، لا حرج في ذلك، فلا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة كنوع من أنواع الكحل ليس له أثر وليس فيه تجميل للمرأة، أو استعمال القطرة أو مرهم أو غير ذلك. نعم، فالمدار على أنها تترك التجمل والتزين. كذلك دل الحديث على مشروعية استفتاء المرأة للرجل. المرأة جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز استفتاء المرأة الرجل، وهذا مما يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة على الخلاف فيه، لكن لا يجوز أن تخضع في القول. وفيه كذلك التوكيل في الفتية، لأنها لم تأتي البنت بنفسها، وإنما جاءت المرأة وقالت إن ابنتي، فكأنها استفتت في مكانها، سواء كانت البنت كلفت أمها أو توكلت الأم من غير توكيل البنت، وكل جائز. ففيه إذا مشروعية التوكيل في الفتية، وفيه مشروعية الإنابة في الفتية عن المستفتي سواء أذن وكلف بذلك أو لا، وهذا فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أول الكتاب حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأمرت المغدال الأسود فسأله، يعني أنابه بإذنه. فهذا أيضا من فوائد الحديث. وكذلك يدل الحديث على يسر هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها، ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية في مسألة عدة المرأة إذا توفي زوجها، تتحمل هذا العبء العظيم، تدخل تعتزل الناس وتدخل بيتا حقيرا صغيرا غير منظم ولا منظف، وتعتزل النساء الناس جميعا ولا تخالطهم، وتلبس من شر الثياب، ولا تمس طيبا ولا زينة ولا ماء، ولا تغتسل ولا تنظف، فتمتلئ وتتراكم عليه الأوساخ والأقذار، حتى أنها إذا تمسحت بعد سنة بدابة ماتت الدابة من شدة أثر الوسخ والقذر.
فكانت هذه الشريعة قد أزالت هذا الضيق وهذه الشدة، وهذا مما يدل على يسرها، وكذلك يسرها في المدة 4 أشهر و10 أيام، ليس هو مثل السنة، ليس الحال كالسنة، فنقصت المدة إلى نحو ثلثها، وهذا فيه رفع الحرج الذي كان ينال المرأة في الجاهلية. وكذلك من رفع الحرج جواز تنظفها في جسمها وثوبها ومسكنها، وتخالط الناس، وإنما لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. وهذه العدة إنما شرعها الله تعالى حفظاً للزوج وحفظاً لحقه، ومعرفة واعترافاً بحرمته ومنزلته عندها. فهذا آخر الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب التاسع، وهو أو باب العدة، بهذا الباب الذي يتكلم عن العدة، وبهذا ينتهي الباب التاسع الذي عقده المؤلف في الطلاق.